كسقوط البرميل وحوض 30/10/2013. هذه الحاوية المتفجرة التي ألقت بها الطائرة، وحوض 30/10/2013. الله أكبر. مدينة اللطامي، وحوض 30/10/2013، وحوض 30/10/2013. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مدينة اللطامي، وحوض 30/10/2013. قصف بالبراميل المتفجرة والحواية المتفجرة، هذه هي الحواية المتفجرة. I'm going to go to the next one.